السلام عليكم ورحمة الله. موضوع نتناول المواضيع اللي تهمنا بالاستشارية واللي هي very common، اللي هو هذا الموضوع كتوبيك يشمل عدة مواضيع، ولكن كتوبيك راح نركز فقط على المواضيع اللي راح تهمنا بالاستشارية راح نشوفها بكثرة. فراح نبدأ بالرياكتيف اريثيما وبعدها نتناول موضوع الفاسكولايتس. بالرياكتيف اريثيما راح نتناول موضوعين very common اللي هن الإريثيما مالتيفورمي والإريثيما نودوزا. In general, reactive erythema, it is characteristic clinical and histopathological reaction usually mediated by immunity and may be induced by other factors. يعني إحنا الإريثيما مالتيفورمي أو الإريثيما نودوزا سواء clinical أو histopathological، السبب الرئيسي هو immune response راح يصير بالجسم يؤدي إلى هذا immune reaction ويطلع لي هذا skin lesion. وهذا immune response ليه صار بي يعني aggravation؟ صار نتيجة many factors، مرات infection، مرات drug، مرات organic disease. هسه إن شاء الله راح نأخذهم بالتفاصيل. نبدأ بالإريثيما multiforme، هي عادة acute self-limited skin disease. يعني الإريثيما مالتيفورمي هي self limiting disease. characteristic skin lesion مالتها هو target أو الإيريس lesion، وإحنا هواي متناولي بالمحاضرات بالintroduction إذا تذكرون المحاضرة الأولى والثانية the target أو الإيريس lesion اللي هسه نشوف صور من يتكون. maybe the target أو الإيريس lesion maybe only عبارة عن macule with target shape والأمرات associated with bullous lesion، يعني inside the iris أو target lesion there is a bullous lesion. هسا نشوف بالصور. الإريثيما مالتيفورمي قسموها إلى ثلاث تقسيمات. المايلد فورم سموها الإريثيما مالتيفورمي ماينر اللي تشمل skin فقط. سابقا كانوا يقولون يعني هاي هسه السلايد طبعا قديم، سابقا يقولون الإريثيما مالتيفورمي ماينر تشمل سكن زائد 1 ميوكوزال سيرفيس. هسه غيروا التقسيم قالوا المايلد هو الإريثيما مالتيفورمي ماينر تشمل اونلي سكن وذاوت ميوكوس ممبرين. هاي النقطه كون تركزون عليها على مود ما تقطعون بالسلايد، لان هذا السلايد معلوماته قديمه، حاليا صار اكو ابديت بالمعلومات بكتبنا باخر الطبعات غيروا التقسيم. قالوا الإريثيما مالتيفورمي ماينر هي عبارة عن skin only، يعني skin lesion only. الإريثيما مالتيفورمي ميجر قالوا هي عبارة عن skin زائد 1 mucosal surface، يعني تلقى الليجن بالسكن وتلقى 1 mucosal surface سواء الماوث او الجينيتال ميوكوزا او يعني الاي ميوكوزا، اني ميوكوزا سيرفيس فقط واحد، يعني سكن زائد 1 ميوكوزا سيرفيس، هاي يسموه الإريثيما مالتيفورمي ميجر. التقسيم بعد الثالث قالوا ستيفن جونسون سيندروم. ستيفن جونسون سيندروم قالوا هو يشمل سكن ليجن بلس مور ذان 1 ميوكوزا سيرفيس، فسووا تقسيم ثالث حطوا ستيفن جونسون سيندروم. والتقسيم الرابع اللي يعتبروه very severe، يعني قسموه mild و moderate و severe و very severe، هذا التقسيم الجديد، قالوا هو toxic epidermolysis necrolysis أو toxic epidermal necrolysis. هذا قالوا هو عبارة عن skin plus more than mucosal surface، ولكن شرط السكن مالته أنه involve more than 30% of the body surface area. يعني نفس الستيفن جونسون سيندروم، فرق عن الستيفن جونسون سيندروم هو البادي سيرفيس اريا اللي انفولد باي ذا سكن ليجن. الستيفن جونسون سيندروم عاده انفولد اقل من 10% من البادي سيرفيس اريا، زين راح يصير عندنا جاب اللي هو من 10 الى 30، لان احنا قلنا التوكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس اكثر من 30 والستيفن جونسون سيندروم اقل من 10. من 10 إلى 30 يسموه overlap، يعني احتمال قاعد يتحول من ستيفن جونسون سيندروم إلى إبيديرمال، إلى توكسيك إبيديرمال نيكرولايسيس، يسموه overlap ستيفن بلس 10.
التان اللي هو مختصر توكسيك ابيديرمال نيكروليسيس. عاده انه سواء الاريثيما مالتيفورمي ماينر او ميجر وحتى الستيفن جونسون سندروم ممكن انه الميل للكوز مالتهم هو انفكشن ودرج، ولكن الستيفن جونسون سندروم حقيقه اكثر اسبابه هي الدرج، ولكن ممكن يصير نتيجه انفكشن. التن كل الروبورت لحد الان شافت انه التن التوكسيك ابيديرمال نيكروليسيس ماكو روبورت الا من الدرج، يعني دائما السبب ما تدرج. الستيفن جونسون ممكن الانفكشن يسوي، ولكن الدرج هو دائما البريسبيتيتنج كوز موست لايكلي. اما الارثيما مالتيفورمي ماينر والميجر عاده الانفكشن هو الميجر كوز، ولكن الدرج ايضا يسوي. فهي ارجو ان تركزون عليها النقاط، يعني لان انتوا بالسلايد اذا واحد بس يقرا السلايد ما راح يشوف الشرح، راح يمشي على التقسيم القديم. التقسيم الجديد قسموه مايلد ومودريت وسيفير وفيري سيفير. المايلد اريثيما مالتيفورمي ماينر، المودريت اريثيما مالتيفورمي ميجر، السيفير ستيفن جونسون سندروم، والفيري سيفير توكسيك ابيديرمال نيكروليسيس. راح نجي نشوف شنو التارجت ليجن او الايرس ليجن. هو عباره التيبيكال، طبعا يقسموه تقسيمين، اكو تيبيكال تارجت واكو اتيبيكال تارجت. هاي الصوره تشمل التيبيكال تارجت والبولس فورميشن اللي هو عباره عن 3 رينج بالسنتر، تكون لو تلقى المكان عباره عن دسكي ريد ماكيول، يعني ماكيول ولكن طوخ لونها احمر طوخ، او مرات هاي الماكيول متحوله الى شنو، الى بلي او بلستر او فيزيكال، فتكون عبارة عن physical موجودة بالسنتر surrounded by يعني hypopigmented أو lighter halo. داير مداير هاي ال physical أو داير مداير الدسكي red ماكيول، ويشيط بيها حلقة ثالثة اللي تكون more darker erythema، فصيرت ثلاث حلقات. هاي ال typical target. التارجت قسموا لنا اياه الى تيبيكال واتيبيكال. التيبيكال تارجت مثل ما تشوفون بالدارك، there is dark center with a blister، مرات with a blister، مرات without a blister، مرات اكو كراست بالنص، حسب الايفوليوشن اوف ذا ليجن. كل ما المريض يتاخر بالبرزنتيشن كل ما راح يختلف السنتر الكومبوننت مالته، وتلقى وراها اكو حلقه تكون بيل نتيجه الاوديما، واكو حلقه ثالثه اللي هي تكون برايت ريد اللي تكون اقل من حيث كلون، اقل من السنتر ولكن اطوخ من الحلقه الثانيه. الاتيبيكال تارجت هي عباره عن حلقتين فقط، تو زون اونلي، ماكو الحلقه اللي بالنص اللي هي قلنا هاي النقطه، اما بلستر بالنص او كراست بالنص او الدسكي ريد ماكيول، ماكو. هاي صوره ريال من المريض، شوفوا هاي هسه هاي اللي مؤشرات بالسهم الابيض، لان التيبيكال تارجت متكونه من 3 زونز. هنا الزون ما بي بلستر، اذا تنتبهون ما بي فيزيكال، عباره عن فقط دسك ريد ماكيول، وراها هايبو بيجمنتد او عباره عن بيل هيلو، ووراها الحلقه الثالثه تكون برايت الريتينا. اما هاي اللي متاشره بالسهم الاسود لو تشوفوهن، لان عباره عن حلقتين فقط، حلقه بالنص تكون هايبو بيجمنتد او بيل، وحلقه وراها تكون برايت الريتينا. طبعا بالمناسبه حاليا بالاستشاريه الاريثيما مالتيفورمي لما تجينا، يعني احنا دائما نحاول نبحث عن التيبيكال تارجت، ولكن اغلب الليجن هن اتيبيكال تارجت، فهي خلوها ببالكم، مو دائما تلقى التيبيكال تارجت. اتيبيكال تارجت مور كومنر تو بي سين ذان ذا تيبيكال تارجت، ولكن ممكن البيشن نفسه يجيك بتيبيكال واتيبيكال. خلينا نعرف الباثوجينيسيس، ليش هذا المريض قاعد يصير عنده اريثيما مالتيفورمي. طبعا الكوزز اوف اريثيما مالتيفورمي قسموها 50 في 50. شنو 50 في 50؟ 50% من المرضى لو تسوي شكو انفستيجيشن وتاخذ تشتريد تستري وكلينيكال اكزامينيشن ما راح تلقى اي كوز. هاي يسموها 50% ايديوباثيك، و 50% تلقى كوز. من هذا ال 50% اللي تلقى كوز، احكي لكم بالعراقي بوبوليشن مور ذان 60%، more than 60% of the patient has history of herpes syndrix virus. وهي نقطة كلش مهمة، أهميتها إنه الإريثيما مالتيفورمي تطلع لنا عادة ورا أسبوعين 10 أيام إلى أسبوعين
من لما يطيب الهيرد ستيملس، يعني المريض بريفيسلي عنده هيستوري اوف هيرد ستيملس، وراها ب 10 ايام 20 او يعني اسبوعين 14 يوم يطيب الهيرد ستيملس، ورا ما يطيب بهاي المده راح يطلع عندنا الارثيم موتيفورمي. فدائما احنا بالهيستوري نركز للمريض انه طالع عندك لطمه سمه قبل اسبوعين ثلاثه، نركز على هذا السؤال، لان يعني عاده المرضى يغفلون وعادة ما يراجعونه بالهيربس سيمبلكس، لأنه هو يعرف لطمة الحمى وصايرة عدة سابقا ويعرف أبعادها، فالشي بسيط بس تروح السخونة هي تروح وتطيب وحدي. بس يجينا مخترع لما جسمه يطلع بيه الارثيما مالتيفورمي. فخلنا نعرف الباثوجينيسيس، ليش قاعد يصير هذا الليجن ومرات في السنتر راح يصير فيزيكو، شنو ليش هذا يصير؟ يصير بالخطوات التالية، مسلسلة الخطوات. أول خطوة احنا قلنا انه 60% من دول الخمسين هو نتيجة هيربس سيمبلكس فيروس، طبعا اكثر من 60%. لما يجي هذا اللي يعتبر انتيجين سواء هيربس سيمبلكس او مرات دراجات او مرات اكوفد اورجانيك ديزيز، هذا لما يتفعل المرض الجسم راح يصير بي اكسبرشن، لما يصير اكسبرشن اوف ذيس كوز اللي هو الهيربس سيمبلكس او الدراج، راح الدي ان اي مالته يصير بي اكسبرشن بالكيراتينوسايت. لما صار اكسبرشن اوف ذس دي ان اي ان ذا كيراتينوسايت، الكيراتينوسايت راح تستدعي الاميون سيستم، تستدعينا خليه اللي هي سي دي 4 تي هيلبر 1 سيل. هاي السي دي 4 تي هيلبر 1 سيل لما تتفعل راح تفرز لنا مواد يسموها سايتوكاين. هاي المواد هي عبارة عن الأسلحة اللي تدافع بيها هاي الإميون سيل عن الجسم. من ضمن هاي المواد اللي راح تفرزها هي الانترفيرون جاما. هذا الانترفيرون جاما لما ينفرز من هاي الخلية راح يؤدي إلى عدة أمور. واحدة من هاي الأمور راح يسوي attraction of lymphocyte from the blood vessel، يبدي يستدعي اللمفوسايت لهذا السايت. هاي أول نقطة. النقطة الثانية اكتيفيت الماكروفيج، الماكروفيج كانت دورمنت ساكنه، يعطيها ايعاد انه تفعلي عندنا مشكله نريدك تدخلين. التاثير الثالث بروموت ناتشرال كيلر سيل اكتيفيتي، وانتم ماخذين بالاميونيتي ناتشرال كيلر سيل وشنو دورها بالجسم، فراح تتفعل الناتشرال كيلر سيل. ويا كل هاي العوامل راح هذا الانترفيرون جاما نفسها الكيراتينوسايت راح ياثر عليها وانكريس اللايسز، تبدي الذوب كانه تتحطم هاي الكيراتينوسايت، لان هو شنو يعتبر انه هاي الكيراتينوسايت ما دام هذا الهيربس سيمبلكس فيروس دي ان اي موجود عليها يعتبر انه هاي صار عليها مثل شيء دخيل، وهذا ما يرحم الانترفيرون جاما، فيجي يقتل هذا الشيء الدخيل وبنفس الوقت يقتل الكيراتينوسايت نفسها فيسوي بها لايسز. بعد شيء يسوي increase the antigen presenting capacity of the keratinocyte and releasing of cytokine. طبعا الكيراتينوسايت نفسها الدائر مدائر الليجن عندها قابلية ان تفرز مجموعة من السيتوكاين اللي تلعب دور مهم بهاي الباثوجينيسيس. وبنفس الوقت اكو عندنا لانجرهانس سيل موجودة هنا اللي تعتبر كانتيجين presenting سيل، وجود الانترفيرون جاما راح يفعل اللانجرهانس سيل على مود تدور بالجلد، هم اكو بعد مكان بيه هيربس سيمبلكس دي ان اي على مود ايضا يصير بيها لايسز بالكيراتينوسايت. فانت تخيلوا مثل فرضا عدو اجى دخل على مكان وانت تجي تضرب هذا الانترفيرون جاما مثل فد رشاش قوي، لما يضرب على هذا العدو ما راح بس يكتله، كتله ويحطم المكان الداير مدايره وين هذا العدو قاعد هم يتفلش، فهو قاعد يفلش لك جزء من السكن نتيجة يعني aggressive response from this cell from this CD4 cell. فاحنا كأطباء ندري انه هذا الاميون سيستم هو يريد يحاول كأنه يحل المشكلة، بس هو قاعد يسوي لي destruction للكيراتينوسايت ويسوي لنا هذا الليجن. طبعا هاي العملية عادة self-limiting، يعني عادة من 6 أسابيع إلى 2 أسابيع توقف هاي العملية، ولكن احنا ما نخلي المريض يستمر هاي المدة إلى أن يصير self limiting، لأن المريض مرات يجي هسه إن شاء الله نشوف خاصة بالإرثيما مالتيفورمي ميجر،
ويعني يصير عنده الروجن، ويصير عنده شويه بين، يصير عنده اتشنج. وهاي عاده الليجن هو كلينيكلي يتجمع بالديستال سايت اللي هو بالفيس والاكرال بارت من الاكستريميتيز. فعاده المريض خاصه طلاب الجامعات موظفين يقول لي دكتور انا ما اقدر اصحى لشهرين، فبهذا الوقت احنا نكون ننطي علاج للمريض. طبعا هذا البرزنتيشن اللي تشوفوه قاعد تشوفون هسه بهاي الصوره، طبعا هذا كيس يعني عراقي كيس، قاعد تشوفون انه اغلب الليجن هن اتيبيكال ليجن. هسه هنا عندنا تيبيكال، هنا عندنا تيبيكال، وهنا متحول السنتر الى كراست. هاي الصوره هم واضحه، هاي بعد تتحول السنتر مالتها فيزيكال، اما ذني بعدهن ما تيول. قاعد تشوفون بهاي الصوره قاعد نشوف التيبيكال تارجت ليجن، اما هاي الصوره قاعد نشوف اكو اتيبيكال واكو كم وحده اللي هن تيبيكال مثل هاي هاي ذني تيبيكال تارجت. هاي الصوره ايضا تشوفون بها مجموعه من التيبيكال تارجت ليجن، قاعد تشوفون هسه هنا وهنا وهنا 3 زون، هاي 3 زون. اما هسه ذني 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 عبارة عن اتيبيكال، عبارة عن تو زون، اما ذني كلهن الباقيات تيبيكال. فخلوا ببالكم انه الاريثيما مالتيفورمي البرزنتيشن مالتها السايت اللوكاليزيشن مالت الليجن عادة عادة بالاكرال بارت اللي هو الفيس والاكرال بارت اوف ذا اكستريميتيز. مرات يجونا جنراليز، نعم يجونا جنراليز يعني حتى الترنك انفولد. لما نشوف الترنك انفولد اهم سبب نحطه ببالنا هو drug induced erythema multiforme. لما نشوف الارثيما multiforme التارجت ليجن والاتيبيكال تارجت واصلات الحد الترانك، اهم كوز تحطه ببالك هو الدرج. الدرج انه هذا سبب ما تدرج. عاده اذا سبب هيردس او انفكشن عاده ديستال، يعني الديستال اكستريميتيز والفيس. عاده لما نشوف الترانك انفولد فكر بالدرج. الارثيما مالتيفورمي هاي كلها الصور اللي اخذناها سابقا ضمن الارثيما مالتيفورمي ماينر، يعني الارثيما مالتيفورمي ماينر اللي هي انفولف اونلي ذا سكن وذاوت ميوكس ممبرين. بالتقسيم الجديد سابقا كانوا يقولون اكو 1 ميوكس ممبرين، هسه بالتقسيم الجديد يقولون اونلي سكن. طبعا الارثيما مالتيفورمي ماينر اكو فاريانت من عندها ممكن تجيك يعني بولس، يعني البرزنتيشن مالت الليجن كله بولس مو بس بالسنتر بولس، ولكن هاي عاده تجيك ضمن الارثيما مالتيفورمي ميجر، يعني اكو ميوكس ممبرين انفولفمنت، ولكن الميوكس ممبرين انفولفمنت شرطه وان سايد، يعني وان ميوكس ممبرين انفولفمنت، يعني فقط الاورال ميوكوزا، فقط الكونجكتايفا، او فقط الجينيتال ميوكوزا. ذن المناطق الميوكوزا يكون واحد من عندهن بلس سكن راح تصير الارثيما مالتيفورمي ميجر. فعاده اذا اجتنا الارثيما مالتيفورمي ضمن البلس فاريانت عاده وياها 1 ميوكوس ممبرين انفولفمنت، فتدخل ضمن تقسيم المودريت اللي هو الارثيما مالتيفورمي ميجر. هسه تقول لي يعني دكتور كل الارثيما مالتيفورمي ميجر هي بلس؟ لا مو شرط. احنا قلنا الارثيما مالتيفورمي ميجر هي عباره عن سكن ليجن بلس 1 ميوكس ممبرين انفولفمنت، ممكن تجي بلس وممكن ما تجي بلس. ولكن بالحياه العمليه شكو واحد يجيك بلس السكن ليجن مالته بلس، راح تلقى اكو 1 سايت اوف ميوكس ممبرين انفولفمنت. بعد عندنا الستيفن جونسون سندروم وعندنا التن. الستيفن جونسون سندروم والتن لما يجونا طبعا للمستشفى الفرق بيناتهم بالبادي سيرفيس اريا انفولفمنت. اذا 10% فما دون هذا ستيفن جونسون سندروم، فوق ال 30% راح يدخل ضمن تصنيف التوكسيك ابيديرمال نيفرولايسيس اللي هو التن. طبعا المريض يجي يصير عنده ابيديرمال سلافنج، يعني هذا الابيديرمس ينشلع، وهاي ضروري تخلوها ببالكم لان هاي الكيسات راح تجيكم للطوارئ. اثنيناتهم ستيفن جونسون سندروم والتوكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس. يجوك الاهل يقول دكتور احنا ابنك وش ما بي،
اخذ دواء دكتور ونام، صبح الصبح عليه البرزنتيشن، او نص الفجر يجيهم في البرزنتيشن، او دكتور قبل يومين اخذ الدواء واجانا بهالبرزنتيشن، يصير كومبليت ابيديرمال سلافينج ان كيس اوف توكسيك ابيديرمال نيكروديسيس، يعني مثل ما تشوفون بالصوره كانه المريض واقع عليه شيء وحارقه، وهو بالهيستوري ماكو شيء. عاده التين تقريبا 100% of the cases the cause is a drug. وهواي كيسات احنا شايفين بالمستشفى تين يجون نتيجة سلفا دراج، يجون نتيجة نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، نتيجة تتراسايكلين انتي بايوتيك، وهواي هواي دراجات تسويها. والستيفن جونسون سندروم ايضا اجتنا كيسات ستيفن جونسون سندروم حتى نتيجة الدراجات سهلة يعني. طبعا ذني ستيفن جونسون سندروم بالتوكسيك ابيديرمال نيكروليسز المريض جينيتيكلي يتحسس من هذا الدواء، ولذلك يصير هذا الاجريسيف ريسبونس. اثنينات الستيفن جونسون سندروم والتوكسيك ابيديرمال نيكروليسز يعتبروها كفاريانت من الاريثيما مالتيفورمي، يعني ضمن الفاريانت مالت الاريثيما مالتيفورمي. اكو كتب فصلتهن اعتبرتهن فد يعني انتيتي وحدهن، واكو كتب بعدهن تعتبرهن ضمن الاريثيما مالتيفورمي ميجر، بس كفكره كفكره المرض والباثوجينيسز يعني اكو تشابه، ولكن هسه اكو تفرقه لما تطوروا العلماء وقاموا الباثوجينيسز يدرسوها بالتفاصيل. اكو كتب حديثه فصلتهن، فصلت ستيفن جونسون سندروم والتوكسيك ابيديرمال نيكروليسز فصلتهن وحدهن، والاريثيما مالتيفورمي ماينر وميجر فصلتهن وحدهن. النقاط المهمة على مود نفرق ستيفن جونسون سندروم متن عن الاريثيما مالتيفورمي ميجر، خاصة الميجر، لأن الميجر قلت لكم يجينا أيضا ميوكس من برين انفولفمنت، واضح؟ يجينا ميوكس من برين انفولفمنت بالاريثيما مالتيفورمي ميجر وان سايد. ستيفن جونسون سندروم والتن كمالي دراج انديوس، خاصة التن، التن 100% دراج انديوس، والستيفن جونسون سندروم تقدر تقول 98% drug induced. هاي الثنين بالمئة بالستيفن جونسون سندروم may be induced by infection. أما الإرثيما مالتيفورمي سواء major أو minor usually the usual cause is the infection، ولكن أيضا تصير نتيجة drug، ولكن commonly by infection. الستيفن جونسون سندروم والتين usually شوف atypical target lesion، نادرا ما نلقى بيهن typical، عادة اتيبيكال. اما الارثيما مالتيفورمي تقدر تشوف تيبيكال واتيبيكال مثل ما شفنا بالصور السابقة، لو ترجعوهن تلقون نفس المريض نشوف بي تيبيكال واتيبيكال، ومرات بس اتيبيكال ومرات بس تيبيكال وهكذا. الستيفن جونسون سندروم والتين عادة اذا تتذكرون بالهيستوري بالمحاضرة الثانية قلنا دائما نسأل الليجن وين بدأ وشون انتشر، السبريد باترن. فعادة التين والستيفن ستارد اون ذا فيس اند ترانك، يعني يبدا سنترالي فيس وترانك سنتر. اما الارثيما مالتيفورمي عادة يبدا ديستالي، مثل ما قلنا انه عادة بالاكرال بارت الديستال بارت مالت الاكستريميتيز والفيس الارثيما مالتيفورمي. البيشن ابو الستيفن والتين يجيك توكسيك، البيشن سيك. اما ابو الارثيما مالتيفورم البيشن ويل، سولف وياك طبيعي يمشي على حاله، جاي لك وحده للمستشفى ما عنده مشكله. اما التين يجو شايلي شيل، شايلي يعني سديه وجايبي لك يا المريض. ابو ستيفن جونسون يتشون بي تشوا ويجيبو سيك بيشن. الستيفن جونسون سندروم والتين عاده يعني most likely associated with systemic feature فيفر، جوينت بين، هواي امور يعني لنفادينوباثي، هواي يجيك انه عنده سيستميك فيتشر، ريسبيراتوري ريت عاليه، هواي هواي من السيستميك فيتشر. اما الارثيما مالتيفورمي عاده لاك اوف سيستميك فيتشر، ولكن مرات تصير بالارثيما مالتيفورمي ميجر، خاصه البولس ارثيما مالتيفورمي تجي وياها سيستميك فيتشر. الميوكوز involvement عبرنا هاي النقطة، الميوكوزال involvement بالستيفن جونسون سندروم والتين دائما موجودة تلقاها، اكو ميوكوس ممبرين involvement ودائما اكثر من one site، يعني two site، يعني تلقى
اكو ميوكوس ممبرين انفولفمنت بالماوث وبالاي او بالماوث وبالاي وبالجنتال اريا، يعني كل الميوكوس ممبرين انفولفمنت موجوده، بس خلي ببالك يكون اكثر من وان سايد. اما الارثيما مالتيفورمي الماينر اللي هي ذا موست كومن تايب ما بيها ميوكوس ممبرين انفولفمنت، والميجر تلقى فقط وان سايد اللي هو فرضا فقط اورال فقط اي فقط جينيتال اريا، عاده وان سايد، وهاي دائما قليلا نشوفها، فقط نشوفها اكثر شيء بالبولس الرتيما مالتيفورمي اللي راويتكم صورتها قبل شويه. زين شلون نعالج المريض؟ احنا قلنا انه يعني هو الارتيما مالتيفورمي سيلف ليميتنج ديزيز الارتيما مالتيفورمي، ولكن المريض يكون يصبر فتره طويله تعتبر من 6 أسابيع الى شهرين مرات يلا يروح السكن ليجن وتروح السمتم مالته. فعاده احنا يعني نشوف اول شيء شنو الكوز اللي سواها، اذا فرضا هيربس المريض، طبعا هو لما يجي المريض ارثيا مالتيفورمي الهيربس طايب، فاحنا ننطي المريض انتي هستامين سيستميك ستيرويد مرات توبيكال ستيرويد مجرد على مود نقلل الديوريشن ونوقف هاي العمليه انه الاميون سيستم قاعد يضرب لنا كيراتينوسايت ويسوي لايسس الهرم، فننطي سبورتيف supportive treatment و symptomatic treatment مجرد على مود نوقف هاي العملية. بالإرثيما مالتيفورمي طبعا ميجر عادة نعطي systemic steroid على مود نوقف هاي العملية، حتى نختار مرات immunosuppressant على مود نوقف كل هاي البروسيس اللي تصير. الستيفن جونسون سندروم والتين اللي شفتوا صورهم قبل شوية، مثل فرضا هذا المريض لما يجيك للطوارئ تتعامل وياه حالة حال مريض البيرن، يعني حتى الدخله بالبيرن يونت، هاي اول نقطه، حتى او الستيفن جونسون سندروم كون تسوي له ايزوليشن. ليش؟ لان دول المرضى الابيديرمس ويل بي لوست، يعني كانه محروق المريض. فالموست كومن كوز اوف ديث هو السبسس اللي هو ايضا ذا موست كومن كوز اوف ديث بالبيرن، يتلوث الدم مالته، احنا نسميها تلوث الدم ويموت المريض. ولذلك اهم نقطه انه تسوي ايزوليشن للمريض بالبيرن يونت، تتعامل وياه حاله حال مريض البيرن. الفرق بالتريتمنت، سابقا كانوا يقولون انه تنطون سيستميك ستيرويد بالتين وبالستيفن جونسون سندروم، هسه بالجديد قاموا صارت كونتروفيرسي واغلب الكتب تميل لتعطي سيستميك ستيرويد، اكو شيء جديد و very effective و life saving، واحنا حقيقة هواي جربناه بالمستشفى والمرضى يحصلون استجابة ممتازة، يعني تحفظ حياة المريض، اللي هو الانترافينوس اميونوغلوبولين، نعطي 2 جرام بير كي جي لمدة يومين، حقيقة drug magic effect على دول المرضى. هذا الفرق عن مريض البيرن. ابو البيرن ما نحتاج للانترافينوس اميونوغلوبولين، هذا الانترافينوس اميونوغلوبولين راح يوقف هاي الكاسكيد اللي هي مسؤوله عن الكيراتينوسايت لايسيس، يوقفها بالكامل، والمريض وعندنا هواي مرضى تين وستيفن جونسون سندروم وتماما صار عندهم كومبليت هيلينج. وايضا نقطه مهمه جدا، طبعا انت تسوي الاي بي سي دي مثل الامرجنسي، انه اول ما تستلمه بالطوارئ تتعامل وياه، تخلي له كانولا، اللايف سيفنج ميشر كلها اللي تتعامل ويا ابو البيرن تتعامل ويا، تسوي له ايزوليشن، وتالي تستدعي المقيم الاقدم ويبدو وياك انه الانترافينوس اميونوغلوبولين. هاي كارثيما مالتيفورمي والستيفن جونسون سندروم والتين. طبعا مرات مرضى الارثيما مالتيفورمي اللي كوز مالتها هيربس سمبلكس، مرات السبب مالتها انه المريض عنده ريكرنت هيربس سمبلكس، فالمريض ممكن كل شهر يجيك الارثيما مالتيفورمي. بهذا الوقت يعني في هذه الحالة راح نضطر انه المريض ننطيه يعني long therapy acyclovir to stop this recurrence، يعني هذا المريض دائما يتفعل عند الهيربس سمبلكس ودائما يجيك انه عند الارثيما مالتيفورمي after الهيربس سمبلكس. فذاك مثل هيجي مريض راح نضطر انه ننطيه يعني اسايكلوفير لونج تيرم اسايكلوفير على مود نقلل الريكرنت ريت مالت الهربس سمبلكس. ومرات اذا المريض يجينا ريكرنت الارثيما مالتيفورمي ولكن الكوز مو هربس سمبلكس، مرات قلنا ايديوباثيك،
50% ايديوباتيك. بذاك الوقت تفضل للمريض دابسون لونج تريتمنت او لونج تيرم دابسون تريتمنت. هاي النقاط المهمة، طبعا المحاضرة موجودة تقدرون تراجعوها، ولكن هاي النقاط المهمة اللي نركز عليها، اللي انه المريض يكون يعني انتم كأطباء لما تقروها توضحون للمريض هاي النقاط اللي هو دائما يسأل عنها. طبعا عادة الاريثيما مالتيفورمي لما يطيب يترك بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، هاي ايضا نقطة مهمة وممكن علاجها بشكل بسيط. يعني اول شيء هي with the time راح تقل، وممكن انت تستخدم ميكستشر عبارة عن ريتينويد وهيدروكوينون وفد يعني لون مو لونج تيرم يعني توبيكال ستيرويد، تسوي على شكل ميكستشر وراح المريض يستفاد. يوجد دائما المريض يسألك من ناحية الاريثيما، طبعا البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن مرات المرضى يسألوك يقول دكتور قد ويروح، يحتاج وقت يعني يحتاج مرات اشهر مرات سنة يلا يروح، اذا واحدة على العلاج ممكن يقل. وهسه طرق العلاج البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن هواي تطورت، فممكن على العلاج نقلل هاي الديوريشن، وممكن انه المريض اذا leaving it ممكن سنة ست شهور، من ست شهور إلى سنة تروح أحدهم. هواي يسألون المرضى يقولون دكتور الإريثيما مالتيفورمي إذا ما استخدم لها علاج إيش قد وتروح؟ قلنا طبعا أكو variant يعني حتى توصل مرات تحتاج لها أكثر من شهر يلا تروح، ولكن عادة عادة هي أسبوعين وتروح، يعني هي تطلع ورا أسبوعين من الهيربس سيمبليكس عادة، وعادة أسبوعين وراها هم تروح. فتقريبا يعني من الأونست مات الهيربس سيمبليكس من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع هي رايحة بالكامل من الأونست مات الهيربس سيمبليكس، ولكن من الأونست مات هي نفس الليجن عادة من أسبوعين أقصاها شهر ويروح سيلف ليميتنج. أما لما تستخدم علاج with the treatment ممكن within one week يختفي كل الليجن إذا استخدمت التريتمنت بشكل صحيح. هاي أهم النقاط على الإريثيما مالتيفورمي. نجي الإريثيما نودوزم. طبعا الإريثيما نودوزم من حيث الباثوجينيسز تشبه الإريثيما مالتيفورمي، أيضا هي إميون ميدييتد ديزيز. خلينا نجي نعرف شنو الإريثيما نودوزم. الإريثيما نودوزم يجينا المريض على شكل multiple red nodules accompanied by tenderness. هاي النقطة المهمة. أول شيء إنه المكان لما نجيسه يكون تندر، والمريض يجيك يقول لك دكتور الليجن painful، فصار الليجن painful and tender. هاي أول نقطتين مهمة. النقطة الثالثة المهمة بيها characteristic site. الcharacteristic site مالته إنه يصير المكان مالته يصير المكان مالته بالشن، يعني بالشن باللور اكستريميتيز بالشن، فصار عندنا المكان مالته كاركترستيك اللي هو بالشن، وصار عندنا المريض يقول لك painful ويقول لك وبالاكزامينيشن لما تفحصه تكون تندر، فصار لحد الان ثلاث نقاط. والنقطة الرابعة التايب مالت السكن ليجن هو عبارة عن multiple red nodules، فعرفنا هسه التايب اوف ذا ليجن، السايت اوف ذا ليجن، السيمبتوم مالت هو painful وبالاكزامينيشن تندر. اربع نقاط ذني مهمة. الايج مالت عادة يكون باليانج ايج من 20 الى 40، مور كومن ان فيميل، هو يصير بالثنين ولكن اكثر نشوفه بالفيميل. الusual duration of episode يعني لما يصير الليجن، قسم كتب تقول من شهر ونص الى ثلاثة اشهر يلا يروح، يعني لما يطلع عند المريض هو ايضا self limiting يحتاج هاي الفترة. وعادة associated with systemic symptoms، المريض يجي feverish myalgia arthralgia malaise، فعادة يعني مو مثل الاريثيما مالتيفورمي قلنا عادة not associated with systemic feature، الاريثيما نودوزم عادة associated with systemic feature. اول شيء كباثوجينيسيس خلينا نفهم ليش قاعد يصير هذا، وهسه بالسلايد اللي وراء اكثر نشرحها. قاعد يصير inflammation بالسبكيوتينيوس فات. احنا ندري انه السكن فري لايرز
عبارة عن إبيديرمس وديرمس وسبكيوتانيوس تيشيو. السبكيوتانيوس تيشيو بالإريثيما نودوزا هو السايت مات الليجن، يصير بي إنفلاميشن، ولذلك لما تفحص الجلد الإبيديرمس والديرمس ما بيهن شيء، يعني ماكو سيرفس سكين تشينجز، مجرد تلقى ريد نوديولز كأنه أندر ذا سكين وتكون بين فلو تندر. الإريثيما نودوزم نقطة مهمة، إذا سوينا بايوبسي ما نلقى فاسكولايتس، نلقى سبتال بانكيولايتس. البانكيولايتس هو مصطلح طبي معناه inflammation of the subcutaneous fat، فتلقى الانفلاميشن بالسبتاي، وهسه أعتقد أكو صورة حاطة لكم إنه الانفلاميشن بالسبتم مات السبكيوتانيوس فات. ونذر ألسريت أيضا، هاي نقطة مهمة، هذا الليجن نذر ألسريت. زين ليش قاعد نركز على هاي النقاط؟ لأن أكو كونديشن أخذناها إذا تتذكروها بالكيوتانيوس تيبي يسموها الرتيمة إنديوراتم، ليش تشبه البانكيولايتس بس فيها فروقات، هسه راح كون نفرقها عن الرتيمة نودوزم. الرتيمة نودوزم تعتبر the most common form of panaculitis، أكثر تايب. طبعاً بانكيولايتس very يعني فد وايد رينج البانكيولايتس كتوبك، ولكن الموست كومن تايب هو الإريثيما نودوزم. الإريثيما نودوزم أيضاً يسببها الإنفكشن، موست كومن هو البوست ستربتوكوكال، يعني أكثر ستربتوكوكال إنفكشن. أكو وايد رقات تسويها، سي بي تسويها، الألسراتيف كوليتس، الكرون ديزيز، هواي عندنا أمراض ودرقات أيضا هواي يسوونها مثل أورال كونتراسبتيف، هواي هواي درقات، الريفادين مرات يسويها، السلفا درق يسويها، أكو عندنا هواي درقات تسويها، بس كلهن مشتركات في شيء معين، إنه ذن الدرقات والإنفكشن راح يسوون إميون ريسبون اللي هو عادة سيل ميدييتد تايب 4 ديلي هايبر سنسيتيفيتي ريسبون، نتيجة لأن الأمور كلها ذكرناها. هذا الـ cell mediated response راح يهاجم الـ subcutaneous tissue، خاصة الـ septal part ما في subcutaneous tissue، ويصير بـ inflammation، وهذا الـ inflammation راح يجينا المريض بهذا الـ presentation اللي هو عبارة عن multiple red, painful and tender nodules عادة بالـ interior surface ما في lower extremities. زين يصير بباقي السايت؟ نعم ممكن يصير، ولكن rarely. ممكن يصير بالفورآرم، ممكن يصير بالفيس، ولكن rare، فقط بالجنرالايز الرتيما نودوزم، وهذا rare. عادة أغلب الكيسات تشوفوه بالانتيريور سيرفيس مع اللور اكستراميتيز. طبعا أكو فشي هذا السلايد يسموه كمختصرات على متذكر الـ causes of erythema nodosum، على الحروف مات النودوزم مرتبين الـ causes، لقوا انه 60%، اذا تتذكرون erythema multiforme قلنا 50%، بالنودوزم 60% there is no cause، يعني idiopathic 60%، وهي نسبة كبيرة. فNO بداية النودوزم there is no cause، الدي دراج ومعدد لك سلفونامايد الاموكسيلين، حقيقه مجتمعنا الاورال كونتراسبتيف ظل فيري كومنلي انه الكوز، خاصه لما تجيك فيميل اسالها دائما الفيميل على الاورال كونتراسبتيف وعلى البريجننسي، نقطتين مهمات دائما الفيميل، اما ما هو اورال كونتراسبتيف او هي بدايه البريجننسي هو ايضا الرتيما نودوزم، لن تنسوا النقطتين. الأو نتيجة أهمية الأورال كونتراسبتيف عزلوها بحرف واحد اللي هو أو، فصار نو ودي والأو، وصلنا لهنا. الأس الساركويدوسز بالمجتمعات الغربية طبعا هو عندهم، إحنا أقل، الساركويدوسز أيضا يسوي الرتيما نودوزم، خاصة أكو سندروم ضمن الساركويدوسز اللي هو عبارة عن combination of multiple symptoms من عدها ومن ضمنها الرتيما نودوزم، سموها لوفي جرين سندروم. اليو هو الأثارتيف كوليتس والكرون والبهدل ديزيز اللي هنا ضمن خاصة الكرون والأثارتيف كوليتس ضمن الإنفلاماتوري باول ديزيز، والأم النهاية مات النودوزم اللي هو معناها مايكرو أورجانيزم، وأكو معدد لك هواي مايكرو أورجانيزم خاصة تي بي الهيربس ذن البكتيريال هواي
there are diases of white causes is someone الارثيما نودوزم بالهستوب باثولوجي لما نسوي ناخذ يعني عينه من المريض ونفحصها نقطه مهمه بالارثيما نودوزم انه نشوف سبتال انفلاميشن على مود تفهم شنو السبتال انفلاميشن السبكيوتينيوس تيشو انتم مثل ما اخذتوا بالإبديرمس اكوليرات وبالديرمس اكوليرات السبكيوتينيوس تيشو هو عباره ايضا بي يعني بي ليرات بي تو لايرز يسموها اللوبس مات الفات اللوبيولز اوف ذا فات وبي سبتم اللي يفصل بين اللوبيولز ذن اللوبيولز مرات يصير فيهن الانفلاميشن والسبتم ما بي الانفلاميشن يسموه لوبيولر بانيكيولايتس مرات الانفلاميشن بس بالسبتم واللوبيول طبيعيات باقيات على مكانهن وذاوت انفلاماتري سيل يسموها سبتال بانيكيولايتس واكو مرات كومباين فالإرثيما نودوزم على كون ما تنسوها إنه septal panniculitis without lobular panniculitis and there is no vasculitis يعني لما نكبر هاي الصورة ونجي على blood vessel ما نلقى أكو inflammatory cells surround the blood vessel ولا نلقى أكو thickening أو damaging بال يعني ال blood vessel wall طبيعي ال blood vessel يكون without vasculitis هاي كل هالنقاط هسه انا كنت اركز عليها اذا تتذكرون بالتي بي اخذنا فت كونديشن سميناها الرثيما انديوراتم وقلنا هاي ضمن التيوبركيوليد واحنا نعرف شنو التيوبركيوليد هو عباره كانه allergic reaction to the presence of TB bacilli otherwhere in the body ويصير عندنا presentation واخذناها بالمحاضره وقسمنا التيوبركيوليد الى انواع ومن ضمن هاي الانواع اخذنا الارثيما انديوراتم ضروري جدا تعرفون الفروقات بين الارثيما انديوراتم اند الارثيما نودوزم واحده من الفروقات المهمه انه الارثيما انديوراتم تكون ان ذا باك اوف ذا ليج اما النودوزم ان فرونت اوف ذا ليج ومثل ما شفتوا بالصور شو هاي الصوره او ذنيت الصور الليجن بالإرثيما أنديوراتم may be ulcerate and heal with scarring رجعوا للصورة وشوفوا الإرثيما أنديوراتم أكو صاير بيها ulceration حتى قسم صاير بيها scarring أما الإرثيما نودوزم يقول never ulcerate never ulcerate and never scar هو إذا not ulcerate ما راح يصير scar الكورس مات الإرثيما أنديوراتم relapse and remission يعني chronic course تروح وترجع أما الإرثيما نودوزم عادة acute وعادة not recurrent rarely very rarely recurrent عادة one attack تصير وتروح بعد الإرثيما انديوراتم بها نقطة مهمة إنه usually start and exacerbated in the winter and improve in the summer يعني تبدي بالوينتر وتروح خلال الصيف أما الإرثيما نودوزم ما بها هاي الصفة ممكن تصير بأي وقت ما لها علاقة بالانفايرومنت ولا لها علاقة بالسيزن النقطة المهمة كذلك بالإرثيما نودوزم لما يجيك المريض عادة يجيك عدة low grade fever وعدة arthritis and accompanied by skin lesion in some patient يعني دول المرضى لما يجيك عندهم skin lesion ما في الإرثيما نودوزم عادة يجيك ويافد systemic feature مثل low grade fever and arthralgia أو arthritis. بالهستو نقطة مهمة جدا الإرثيما انديوراتم lobular panniculitis with vasculitis. أما الإرثيما نودوزم قلت لكم septal panniculitis without vasculitis. هاي نقطة مهمة مرات لما إحنا نبقى في شك رغم إحنا كلينيكلي هواي بين فروقات بين الإرثيما نودوزم and انديوراتم بس على مود نتأكد من تشخيصنا نركز على هاي النقاط. شلون نعالج الإرثيما نودوزم علاجها جدا سهل طبعا هي سيلف ليميتنج انها تحتاج من شهر ونص الى ثلاثة شهور بعض الكتب تقول من شهر الى شهرين طبعا هاي المده تتراوح الدراسات فما عندنا فشي ستريكت ولكن اقصاها ثلاثة شهور المريض لما يجينا اول نقطه يحتاج بيد ريست نستخدم نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج ومرات نحتاج سيستميك ستيرويد فور شورت ديوريشن اذا كانت يعني السيمتم تكون سيفير نستخدم سيستميك ستيرويد مرات المريض نستخدم كل ذن اللاينات وما يستفاد
بهذا الوقت نضطر نستخدم دراج اسمه بوتاسيوم ايودايد. هذا الفيري افكتيف على الاريثيما نودوزا، ولكن احنا ما نستخدم الاي مريض فقط اذا انديكيتد. اذا ما استجاب الفني اللاينات ننتقل للبوتاسيوم ايودايد. خلصنا الرياكتيف اريثيما، تناولنا موضوعين اللي هنا الفيري كومن اللي هنا الاريثيما نودوزا اند الاريثيما نودوزا اند اريثيما مولتيفورمي. هسه نيجي لموضوع الفاسكولايتس. الفاسكولايتس طبعا موضوع كبير، راح نتناول فقرة من عدة اللي هي الليكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس وناخذ اكزامبل عليها. لو موضوع الفاسكولايتس يشمل هواي امراض، بس احنا كمادة نحتاجها اللي انتوا راح تتعرضون لها لما تداومون ان شاء الله بمستشفيات الاطفال، راح تشوفون هذا النوع من الفاسكولايتس اكثر شيء، واتمنى تعرفون تتعاملون وياه لان يجوكم بالطوارئ. فكموضوع الفاسكولايتس راح نتناول منه موضوع كجزء اللي هو الليكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس. الليكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس عم تعرفون ليش قاعد يصير فاسكولايتس؟ طب الدم فد انتيجين، هذا الانتيجين ماي بي دراج ماي بي فيروس ماني كوزز، ما راح يعني ما راح نحددكم شيء، اقرون الكوزز تلقوهن بالمحاضره. ماني كوزز ذات انديوس فاسكولايتس، الفكره انه دخل بالدم انتيجين. هذا الانتيجين لما نطب بالدم الاميون سيستم راح يتفاعل وياه يسوي انتيجين انتيبادي كومبلكس. هذا الانتيجين انتيبادي كومبلكس راح يصير بي بريسبيتيشن على الوول مالت البلد فيزل. لما صار بريسبيتيشن على الوول مالت البلد فيزل راح يصير اميون ريسبون عليه اجينست ذس كومبلكس، وراح تصير عندنا هاي السلسله من الاميون رياكشن بحيث راح يصير ديستركشن للبلد فيزل وول، وتبدي تطلع الار بي سي خارج البلد فيزل وتطب لنا بالسكن. ولذلك البرايمري سكن ليجن اوف فاسكولايتس هو البربرا، سواء بتيكي او الاوردينري بربرا او حتى ايكيموسل تصير ضمن الفاسكولايتس. انا هاي الصوره مجرد على ما تفهمون كباثوجينيسيس ايش قاعد يصير، ما مطلوبه التفاصيل مالتها. وايضا هسه هاي الصوره توضح لكم اكثر شلون انه يجي الانتيجين انتيبادي كومبلكس يقعد على الاندوثيليال سيل مالت البلد فيزل وول، ويبدا الاميون ريسبون يصير ويصير ديستركشن بهذا الوول، وراح يبدي يعبر الار بي سي ويطلع لنا خارج البلد فيزل. يطب طبه الار بي سي بالسكن راح تظهر على شكل بيتيكي او اوردينري باربرا او ايكيموسيس. ومن موضوع الليكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس نركز على موضوع اللي هو الفينوكشون لاين باربرا، اللي راح تشوفوها حقيقه بالطوارئ خاصه اللي داومون مستشفى الزهراء، العباسيه، المناظره اللي بيهن او الحكيم اللي بيهن اختصاص اطفال، يعني راح تجيكم هاي الحالات. طبعا ابو الفينوكشون لاين باربرا اول نقطه لما يجيك المريض دائما سأله عن previous history of upper respiratory tract infection، لأن شافوا streptococci إذا المريض عنده سواء history of tonsillitis، history of upper chest infection، upper respiratory tract infection، عادة السترب تلعب دور مهم كpresipitating factor for Henoch-Schönlein Barbera. يعني الانتيجين هو انتيجين السترب. اذا تقول لي دكتور بس ويا ستربت، لا اكو هواي انفكشن يسوون الهينوكشون لاين باربرا، ولكن دائما اسال المريض هل عندك هيستوري بريفيسلي اوف تونسيلايتس اوف ابر ريسبيراتوري تراك انفكشن، لان هي عاده ورا اسبوعين 10 ايام الى اسبوعين من هذا الديزيز راح تبدي تظهر هاي المانيفستيشن. اول مانيفستيشن طبعا كون تجمعون كرايتيريا، اول نقطه انه تلقى عده بالببل باربرا. احنا الباربرا انواع، اكو فلات باربرا يعني تجي تلقى لما نسوي ستريتشنج او دايسكوبي تلقى اكو انه ما راح يصير ديس افيرنس اوف ذا ليجن، ولكن النقطه المهمه هنا انه بالهينوكشون لاين باربرا لما انت تاكدت انه هاي باربرا تحددها هل هي فلات باربرا او هي بالببل باربرا. بالهينوكشون لاين باربرا تكون type of the lesion هو عادة بالببل باربرا، هاي أول نقطة. النقطة الثانية site very characteristic، عادة تصير باللور extremities، يعني عادة من الامبليكس والتنازل. قسم كتب يقولون من التال وانت نازل، من البطوق قسم يقولون وانت نازل،
يعني عاده هاي منطقه اللور اكستريميتيز، البوتوك، الثاي والليجز والفوت، انه الليجن متركز بهاي المناطق. ممكن يصير بباقي المناطق؟ نعم ممكن يصير، ولكن عاده يتركز بهاي المناطق. بس ممكن يصير جنرالايز وتشوفه حتى بالترانك بالاكستريميتيز. واكو نقطة مهمة، انه شافوا انه الانسان اللي يمشي، يعني طفل يركض هذا، انه الليجن اللي هو دائما انه قلت لكم من البوتوك والتنازل، لان هو يسموه not bedridden mobile patient. اما لقوا اذا المريض عنده ديزيز، اصلا ديزيز يمنعه من المشي بحيث هو طريح الفراش، لقوا الليجن يصير بالاماكن اللي هو نايم عليها، يعني تصير بالبوستيريور سيرفيس مالت البادي. يعتقدون السبب انه الكوز هو مو انتيجين انتي بادي كومبلكس، وقلنا يصير دي بريسبيتيشن بالبلد فيزل، فلقوا انه الليجن يعتمد على مكان البريسبيتيشن وين يصير. فانت اذا انسان تمشي وتركض، عاده البريسبيتيشن يصير باللور اكستريميتيز. اما اذا انت انسان نايم بيدردين، فرضا انسان عنده باراليسز، انسان عنده فد يعني ميديكال كونديشن تمنع من المشي والحركه، بهالحاله راح يصير البريسبيتيشن بالبوستيريور بارت اوف ذا بودي. مثل ما تشوفون بهاي الصوره هيك يجيكم المريض. طبعا هاي المريض هسه واصل يعني حاله متقدمه، هو بالبدايه يبدي فيو ليجن، بالتالي يصيرن بهالكثره. المريض عادة، خلينا نرجع للصورة، هسا عرفنا شلون يجينا السايت والتايب اوف ذا ليجن. عادة يجيك المريض عنده سيستميك سيمبتوم مثل ابدومينال بين فيري امبورتنت، نوزيا، فوميتنج، مرات بلادي دياريا، ونقطة كلش مهمة جوينت انفلاميشن اند بين. فانت لما نشوف المريض عنده هيستوري اوف ابر ريسبيرتوري تراك انفكشن، وبدا عنده يصير هذا البالبابل بربرة، فحصلت تاكدت انه هاي بربرة، شفت السايت مالتها عادة بالبوتوك والليج والفيت اللي هي اللور اكستريميتيز، وشفت عدة اسوشيتد سيستميك سيمبتوم مثل ابدومينال بين، نوزيا، فوميتنج، بلادي دياريا، جوينت انفلاميشن اند بين، يعني اما اريثرالجيا او صايره اريثرايتس وياها سولينج، بهالحاله شكينا بالهينوكشون لاين بربرة. على مود نتاكد من تشخيصنا، اول شيء عندنا كرايتيريا انه 100% من المرضى عندهم الراش، 75% من المرضى عندهم الجي اي تي سيمبتوم اللي هي الابدومينال بين والنوزيا والفوميتنج والبلادي دياريا، 50% عندهم الجوينت ارثرالجيا يعني الارثرالجيا والارثرايتس، و25% عندهم رينال انفولفمنت. احنا طبعا لما يجينا الاستشاري على مود نتاكد من التشخيص، احنا راح نجمع هاي الكرايتيريا بس فور ساينتفك ريزن، على مود فيري يعني كلش تتاكد. ممكن انه تسوي للمريض انه تشوف الانتيبادي يا فايرال انه هو السبب مالته، قسم مرات يسوون الاي اس او تايتر، وضروري كل مريض شكيت به هينوكشون لاين بربرة تدز الجنرال يورين اكزام. اذا لقيت اكو هيماتوريا بذاك الوقت ايضا دز رينال فانكشن تيست. دائما مهمة جدا انه يسوي جنرال يورين اكزام، لان المريض إذا عدى رينال انفولمنت يعتبر بعد بروجنوسيس. فنقطة مهمة أنه دائما إحنا ندز المريض رغم أنه 25% من المرضى عندهم رينال انفولمنت، ولكن تعتبر نقطة مهمة جدا بالبروجنوسيس. وباقي الفيتشرات اللي ممكن تصير عند المريض، هاي طبعا صورة مهمة تراويكم شلون الليجن أنه موجود هسه هنا بالبوتوك وبالثاي وبالليج وحتى بالفوت. شلون نعالج المريض ابو الهينوكشون لاين بربرة؟ علاج جدا سهل، اول شيء بيد ريست، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، مرات لا نضطر نستخدم كولجيسين، نستخدم دابسون، نستخدم سيستميك ستيرويد. احنا نقدر هذا الشيء اكوردنج تو ذا سيمبتوم، اكوردنج تو ذا اكستنشن اوف ذا راش، اكوردنج تو ذا اسوشيتد سيستميك سيمبتوم، حسب المريض عنده فد سيفير سيستميك سيمبتوم، عنده جوينت انفولفمنت، عنده رينال انفولفمنت، جي اي تي انفولفمنت، نقدر انه المريض فقط بقي بيد ريست ونون ستيرويدال. لا طبعا الديزيز بحد ذاته هو سيلف ليميتنج، ورا فتره يروح المرض كله، ولكن احنا نقدر اذا الاسوشيتد سيمبتوم عاليه
راح نضطر نستخدم فد اميون او سبرس ثيرابي على مود نسيطر على المرض. الحد الان خلصنا محاضرتنا.